وهنقدر نبتدي المحاضرة دلوقتي، فأنا بكرر أسفي إنه إحنا هنبتدي متأخر، يا ريت يكون عذر مقبول. هتدوني ثواني بس أرفع السلايدز اللي هنتكلم فيها دلوقتي. كتر خيرك يا أسامة، وأنا آسف جدا والله يا جماعة. هرفع السلايدز بسرعة. الله يسلمك. لا والله أنا موجود من بدري، بس كان عندي مشكلة على النت. الحمد لله ربنا يسر الحال. كتر خيرك يا فادي. باوربوينتات احنا في 25. الله يخليك يا أسامة. المفروض إن احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم في التراست، مش كده يا شباب؟ ثواني حالا، اهي السلايد هتطلع حالا. ألف 25 3 از ريد اونلي. ايوه ان شاء الله هنتكلم النهارده على كونفيجرنج اكتف دايركتري اوبجكتس اند كاستس. هي السلايد بتطلع بتتحمل دلوقتي، فهي على ما تطلع ممكن نرجع كده للوايت بورد سوا ونسمع لو في حد عنده سؤال خاص باي حاجه من المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها. نفتكر مع بعض احنا اتكلمنا عن ايه المحاضره اللي فاتت. حد يفكرني يا جماعه، اتكلمنا عن ايه المحاضره اللي فاتت؟ جست 25. لا يا ريت عندك اسئله نسمعها، بس يا ريت تعدل الاسم فوق على ايدك اليمين، فوق كده تقدر تعدل اسمك. اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل اسال. اهلا يا جست 12، يا ريت يا جماعه تغيروا اساميكم عشان نعرف نتواصل. يا جست 25 قول لي ايه اسئلتك، انا معاك اهو. مين كده خير ده الاسم الخاص بيه ولا ايه؟ الجزء الثالث بيتكلم عن ايه؟ محاضره النهارده قصدك. محاضره النهارده ان شاء الله بدون مقاطعه هنتكلم على التراست. ايه هي التراست؟ هنجيب الموضوع من اوله خالص. ربنا ييسر الحال. غير اسمك، خليه باسمك حضرتك. جست 25 اكتب اسمك فوق، يبقى باسمك، ما تبقاش جست 25. اسمك عادل، اسمك ايمن. الله يقول لهم. يا جماعة في ناس كتير قالوا عندهم أسئلة ما شفتش حاجة خالص. يا السلايدز خلاص قربت تخلص اهي، احنا 80% ان شاء الله في نص فكرة الموضوع خلص. طيب هو واضح ان مفيش اسئله، فعلى ما السلايدز تخلص خلينا احنا كده نبتدي ناخد اوفر فيو عن ايه اللي هنتكلم فيه النهارده. الاكتف دايركتري فايدته انه دايركتري بيبقى فيها كل الاوبجكتس اللي موجوده يا احمد في الدومين، زي اليوزر اكونتس والكمبيوتر اكونتس. مش هيفرق في حاجه يا اسامه. طيب لو تفتكروا حضراتكم في اول محاضره كنا بنتكلم على حاجه اسمها دومين، وفاكرين كان في دومين وكان في تري وكان في فورست، مش كده؟ وافتكرنا انه او قلنا انه كان في سيناريو من السيناريوز انه ينفع يكون عندي في شركتي اكتر من دومين. فاكرين احنا قلنا الدومينز بيبقى في حاجه اسمها تراست بينها وبين بعضها، لكن احنا هننسى بقى مؤقتا اللي قلناه في اول محاضره عشان نجيب الموضوع من اوله خالص ونمشي خطوه بخطوه. لو انا عندي اتنين دومين وعندي يوزر اكونتس موجوده في الدومين ده اللي هو العيد الشمال ده، وعندي يوزر اكونتس موجوده في الدومين ده،
وعندي ناس في الدومين اللي على ايدي اليمين عايزين ياكسس شويه شيرد فولدرز في الدومين الشمال. الحقيقه عشان هم يقدروا ياكسس الشيرد فولدرز دي محتاجين ان احنا نعمل لهم نديهم بيرميشنز. نديهم بيرميشنز. طيب هو في دومين كنترولر، يعني خلينا نقول ان انا عندي الدومين اللي على اليمين ده اسمه دي 1 مثلا، وعندي دومين على الشمال اسمه دي 2. الحقيقه عشان الناس اللي في دي 1 تقدر تاكسس الريسورسز اللي في دي 2 عايز اديها بيرميشنز. بس طب انا هديها بيرميشنز، انا في دي 2 عندي كمبيوتر عليه فولدر، الفولدر ده لما اجي احط بيرميشن على الفولدر بيشوف اليوزر اكونتس منين؟ من انهي دومين كنترولر؟ من دومين الكنترولر اللي في دي 2، مش كده؟ طيب هل في يوزرز بنفس الاسم في دي 2 بنفس الاسم بتاع اليوزرز اللي في دي 1؟ المفروض ان ده غير صحيح. طيب ما يبقى انا مش هعرف ادي بيرميشنز في دي 2 للناس اللي في دي 1. فمحتاج ان انا اكريت يوزر اكونتس في دي 2 زي اليوزر اكونتس اللي في كريت 1 اللي في دي 1، نفس الاسم بنفس الباسورد. اتفقنا ان الكلام ده بيرجعنا للكونسبت بتاع الورك جروب. ما انا كده عامل زي الورك جروب، اليوزر اكونت الواحد بعمل له 50 يوزر اكونت عشان ياكسس ريسورسز في 50 دومين تانيين. فالكلام ده ما ينفعش خالص. بنحل الكلام ده ازاي؟ بنحل الكلام ده بان انا بكرييت ما بين الدومين، ما بين الاثنين دومينز حاجه اسمها تراست ريليشن شيب، اللي هو السهم اللي قدام حضراتكم ده. وواضح ان هو سهم، فطالما سهم يبقى معناها ان هو طالع من مكان رايح لمكان. اذا عندي تراستنج دومين وعندي تراستد دومين. لو اعتبرنا السهم اللي قدامي ده، فانا عندي التراستنج دومين هو دي 2، التراستد دومين هو دي 1، لانه السهم مشاور من دي 2 لدي 1. طيب حلو، يبقى انا عملت ريليشن شيب بتاع التراست ما بين دومين والتاني، واحد بيثق في التاني. تفتكروا انهي دومين عايزه يثق في انهي؟ اللي عنده اليوزرز عايزه يثق في اللي عنده الريسورسز الشيرد فولدرز او شيرد برينترز او ايا كان، ولا العكس؟ ولا عايز اللي عنده الفولدرز هو اللي يثق في اللي عنده الريسورسز؟ خلينا نحسبها كده. لما تيجي تسلف واحد قول لي يا اسامه، هتقول لا يا اسامه، لو انت هتسلف واحد 10 جنيه، هل احنا محتاجين ان انت تثق فيه انه هيردها لك، ولا محتاجين ان هو اللي يثق فيك؟ الحقيقه ثقته فيك ملهاش اي لازمه، المهم انت اللي تثق فيه، ولا مش هتديله ال 10 جنيه، مش كده؟ فانا عايز مظبوط كده يا اسامه، يبقى انا عايز الدومين اللي عنده الريسورسز الشيرد فولدرز او البرنترز، ها هو اللي يثق في الدومين اللي جاي من عنده اليوزرز، اللي جاي اتاكسس، اللي جاي تستعمل الحاجات، مش انت جاي تستعمل حاجتي؟ هو انا اثق فيك؟ يبقى معنى التراست اللي انا راسمها دي، وان دي 2 بيثق في دي 1، ان دي 1 هو اللي عنده اليوزرز اللي هتاكسس ريسورسز في دي 2. ما هو دي 2 هو اللي بيثق في دي 1، يبقى دي 1 هو اللي عنده اليوزرز اللي هتاكسس الريسورسز في دي 2. واضح العلاقه ما بين الاثنين كده يا جماعه؟ واضحه. طيب طب في ناس في دي 1 عايزين ياسسوا ريسورسز في دي 2، هل مش هيحصل العكس؟ هل مش ممكن يحصل ان ناس في دي 2 عايزه تاكسس ريسورسز في دي 1؟ ممكن، شركتين لو بيتعاملوا مع بعض فهيتبادلوا مع بعض الداتا بتاعتهم. يبقى في الحالة دي أنا محتاج أعمل إيه؟ في الحالة دي أنا محتاج أعمل تراست تاني كويس؟ لكن في الاتجاه المقابل، مش كده ولا إيه؟ محتاج أعمل تراست تاني ما بين دي 1 ودي 2، يكون دي 1 هو التراستنج ودي 2 هو التراستد. في الحالة دي يبقى في تو واي تراست، تو واي تراست، يعني ده بيثق في ده وده بيثق في ده، يبقى ده عنده يوزرز تقدر لما نديها بيرميشنز على ريسورسز هنا تاكسسها، والعكس بالعكس صحيح. ممكن اجست 77 اعيدها تاني بشرط انك تغير اسمك فوق، اتفقنا؟ طيب نقول تاني دلوقتي، انا عندي حاجه اسمها علاقه تراست، علاقه تراست ما بين اثنين دومينز، علاقة تراست ما بين اثنين دومين. الدومين العلاقة اللي انا كنت عاملها الاول، لو في عندي هنا استيكة اهي، تمام، خلينا نمسح الخط ده. تمام، انا قلت ان دي 2 بتراست دي 1، يبقى اصبح دي 2 هو التراستنج
ودي 1 هو التراستد. طيب انا يهمني مين يبقى تراستنج ومين يبقى تراستد. انا يهمني اللي عنده ريسورسز. ريسورسز يا جماعه يعني الريسورسز يعني الحاجات اللي هتستخدم زي ال 10 جنيه. مش ال 10 جنيه دي تعتبر، مش عايز اقول بيانات، لانه ما انت البرنتر تعتبر ريسورس بتشير، مش كده يا اسامه؟ فهي ريسورسز، لا هي ليها كلمه هي مش قادر اجيبها دلوقتي، انما يعني ريسورسز هي الحاجات اللي هتستخدم في الدومين الثاني زي ال 10 جنيه. ال 10 جنيه دي ريسورس عندك. طيب انت هتسلفني ال 10 جنيه، لازم تكون بتثق فيا، والا ماشي 10 جنيه مش لازم تكون بتثق فيا. هتسلفني 1000 جنيه يا سيدي، سلفني 1000 جنيه لازم تكون بتثق فيا، مش كده؟ ريسورسز يعني مصادر. شكرا يا نيو بورن. ريسورسز مصادر، ممكن تمشي مصادر، ده كلام عظيم جدا. طيب يبقى احنا هنقول ان في الرسمه اللي قدامنا دي، ده يعني انه دي 2 عنده فولدرز او برينترز او ايا كان حاجات شيرد ريسورسز، ومحتاجين ان يوزرز موجودين في دي 1 يعملوا لها اكسس فياخدوا عليها بيرميشن. فعشان كده عملنا تراست ريليشن شيب، جاي للتراستنج دومين رايح للتراستد دومين. لكن قلنا الله، طب ما هو شركتين بيتعاملوا مع بعض، ممكن كمان العكس يكون صحيح، ممكن تكون ناس في دي 1 عايزين يعملوا اكسس، ناس في دي 2 عايزين يعملوا اكسس للريسورسز في دي 1. فاحنا عايزين نعمل كمان نوع تاني من التراست في الاتجاه المقابل، تراست بالمنظر ده، فيصبح دي 1 تراستد وتراستنج، ويصبح دي 2 تراستنج وتراستد برضه. واضح كده؟ طيب تعالوا نسأل سؤال وجيه جدا. دخل في النص شركة ثالثة اسمها دي 3، دومين ثالث اسمه دي 3. والحقيقة الدومين ده هيعمل بيزنس ما مع دي 1. اليوزرز اللي في دي 3 عايزين ياكسسوا ريسورسز في دي 1، تفتكروا بناء عليه اليوزرز اللي في دي 3 عايزين ياكسسوا ريسورسز اللي في دي 1 بناء عليه، عايزين مين اللي يثق في مين؟ اليوزرز اللي في دي 3 عايزين ياكسسوا ريسورسز اللي في دي 1، يبقى صاحب الريسورسز هو اللي عايز يثق. يبقى دي 1 هيبقى تراستنج دومين لدي 3 اللي هيبقى التراستد دومين اللي عنده اليوزرز اللي هتيجي لدي 1، صح كده يا اسامه؟ مش دي 3 بقى، دي 3 هيبقى تراستد. تمام. طيب لو افترضنا برضو نفس السيناريو، ان الناس اللي في دي 1 عايزه تاكسس ريسورسز في دي 3، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل تراست تاني عكسي، مش كده؟ هنا بقى في سؤال مهم جدا. دي 2 ده بتاع شركه، ودي 1 بتاع شركه، ودي 3 بتاع شركه. هل لو انا بثق في اسامه واسامه بيثق في نيو بورن، هل ده يعني بالضروره ان انا اثق في نيو بورن؟ لا. يبقى العلاقه هنا في الثقه غير متبادله وغير منقوله. يبقى لو دي 3 حب يعمل بيزنس مع دي 2، محتاجين نقعد نعمل بايدينا تراست من دي 2 لتي 3 حسب الاتجاه او في الاتجاهين. واضح كده؟ لو كان هيبقى في بيزنس ما بين دي 3 وما بين دي 2، ما ينفعش اعتمد على التراستس اللي اوريدي ان بليس، لازم هكريت تراستس مباشره ما بينهم وما بين بعض. علشان كده لو تفتكروا في اول محاضره اتكلمنا بقى على ايه؟ اتكلمنا على ان ممكن يبقى عندي دومين وعايز اعمل دومين جديد في شركتي، ساعتها هعمله حاجه اسمها تشايلد دومين. تشايلد دومين قلت لكم ساعتها ليه؟ لانه هو مين اللي هيقعد يكريت التراستات اللي ما بين دي 1 ودي 2 ودي 3؟ الادمنستريتور. مين اللي هيمنتين التراست دي؟ الادمنستريتور. الكلام ده على دماغ مين؟ الادمنستريتور، مش كده؟ الحقيقه انت اول ما بتعمل تشايلد دومين في الشركه بتاعتك، بيحصل بطريقه اوتوماتيكيه حاجه اسمها تو واي ترانزيتيف تراست. تو واي ترانزيتيف تراست. طيب امسكهم كده واحده واحده. تو واي تراست. تو واي تراست معناها انه اوتوماتيكالي كده البيرنت بيثق في التشايلد والتشايلد بيثق في البيرنت.
تو اي تراست، يبقى الاثنين بالنسبه لبعض تراستد وتراستنج، يبقى اليوزرز اللي هنا تقدر تاخد بيرميشنز على الريسورسز هنا، والعكس بالعكس صحيح. ده بالنسبه لكلمه تو واي. طيب هنفترض ان انا عملت للبيرنت ده تشايلد كمان، عندي هنا تشايلد تاني اهو اهو، اصبح برضو في تو واي تراست ما بين ده وما بين ده، كويس. يبقى اللي فوق بيثق في اللي تحت واللي تحت بيثق في اللي فوق، اليوزرز هنا تقدر تاخد بيرميشنز هنا، العكس بالعكس صحيح. طب ده بالنسبه لكلمه تو واي. بالنسبه لكلمه بقى ترانزيتيف، ترانزيتيف يعني منقول، يعني طالما خلينا برضو نديهم اسامي عشان ما نتوهش من بعض، يعني خلينا نقول ان ده دي 3، خلينا نقول ان ده وتراوت شايلدز، هقول لك حالا ان ده دي 2، وخلينا نقول ان ده دي 1. طيب طالما دي 2 ودي 1 بيثقوا في بعض ثقه متبادله ترانزيتيف، وترانزيتيف يعني منقوله، ودي 3 ودي 1 بيثقوا في بعض ثقه متبادله منقوله، اذا بطريق غير مباشر دي 3 ودي 2 بيثقوا في بعض، بيبقى مش محتاجه كرييت ما بينهم وبين بعض اي تراست، لان هما بيتراستوا اوريدي بعض بطريق غير مباشر. اثنين اولاد اخوات اكيد بيثقوا في بعض، لانه باباهم رباهم على كده، مش كده؟ في بينهم بعض عامل مشترك، واضح؟ تمام؟ طيب تعال نبص بقى على السلايدز مع بعض. Configuring Active Directory Objects and Trust. تمام يا فادي. الموديول ده هنتكلم فيه على Configuring Active Directory Objects, Strategies for Using Groups, Automating Active Directory Domain Services Object Management, Delegating Administrative Access to Active Directory Objects, Configuring Active Directory Directory Services Trusts. طيب هنبتدي بأول lesson Configuring Active Directory Objects. نتكلم على Type of Active Directory Domain Services Objects. مش فاهم يا فادي. وهنعمل demonstration مع بعض Configuring Active Directory Domain Services User Accounts. هنتكلم بعد كده على Group Types، أنواع الجروبس اللي ممكن نعملها في Active Directory، لأن أنا عندي أكتر من نوع أقدر أعمله الحقيقة. هنتكلم كمان على السكوب بتاعت الجروب، لأنه طالما عندي أكتر من نوع يبقى كل واحد ليه ميزة وليه عيب، وده ممكن أستعمله إمتى وده ممكن أستعمله إمتى، فعايزين نعرف برضو إيه الفروق بينهم. وايه هي الديفولت جروبس في الاكتف دايركتري دومين سيرفيسز، وايه هي السبيشال ايدنتيتيز، لانه الديفولت جروبس والسبيشال ايدنتيتيز من الحاجات المهمه جدا اللي احنا هنستعملها ان شاء الله في شغلنا كتير. هنعمل ديسكشن كده مع بعض، ندسكس سبيشال ايدنتيتيز، ممكن ديسكشن ازاي نكونفيجر الجروبس وازاي نكونفيجر بعض الاوبجكتس الثانيه في الاكتف دايركتري دومين سيرفيسز. طيب نقول بسم الله. تايبس اوف اكتف دايركتري دومين سيرفيسز اوبجكتس. كان في حد من شويه بيسالني ايه هي الاكتف دايركتري او ايه هي لازمه الاكتف دايركتري، مش كده؟ الاكتف دايركتري، دايركتري بالعربي يعني دليل. دليل الاكتف دايركتري هي الدليل بتاع الشركه اللي هتكرييت فيه اليوزر اكونتس. لو بصيت حضرتك معايا هنا أول حاجة هي اليوزر أكاونتس، واتفقنا في أول محاضرة إن ده البديل بتاع السام، كل جهاز عنده السام بتاعه، لكن أكتف دايركتري ده يعتبر كأنه سام للدومين كله، فده اللي فيه اليوزر أكاونتس بتاعت كل الموظفين اللي في الشركة اللي بيعملوا لوجن على الأجهزة. يوزر أكاونتس enables a single sign on for a user. single sign on يعني إيه؟ انه بدل ما يبقى ليه يوزر نيم وباسورد على كل جهاز، لا هو يوزر نيم وباسورد واحده على الدومين كنترولر، ويقدر من اي جهاز في الدومين باستخدام اليوزر نيم والباسورد دول يلوجن على اي جهاز ويأكسس اي شيرد ريسورس. provides access to resources، بقدر ادي بيه بيرميشنز. انا عايز ادي بيرميشن لمينا، مفيش حاجه اسمها مينا، انا بكريت يوزر اكونت اسمه مينا اللي بيستعمله مينا في انه يعمل لوجن، وبدي لليوزر اكونت ده بيرميشن، وبالتالي مينا لما بيلوجن باستخدام اليوزر اكونت ده البرميشن بيت ابلاي عليه. طيب كمان بكرييت كمبيوتر اكونتس. الحقيقه ده يعتبر بالنسبه لنا كلام
يمكن يكون جديد شويه، لانه في احنا كنا بنقارن الاكتيف دايركتوري بالسام. طب السام كريت فيها يوزر اكونت وجروب، ايه كمبيوتر اكونت دي؟ ما زي ما كل يوزر ليه يوزر اكونت، كل كمبيوتر ليه كمبيوتر اكونت. طب ايه لازمه الكمبيوتر اكونت؟ طب وهي ايه لازمه اليوزر اكونت؟ مش اليوزر بيرميشنز واقول مين يعمل ايه ومين ما يعملش ايه، خلاص الكمبيوتر اكونت ليه نفس اللازمه. الكمبيوتر اكونت بستعمله عشان اكنترول الاجهزه اللي عندي، اقدر ريموتلي انزل من غير ما اروح لغايه الجهاز، انزل عليه سوفت وير، اقول الجهاز ده اللي يقعد عليه يقدر يعمل كذا ما يقدرش يعمل، اكنترول الاجهزه. وعليكم السلام ورحمه الله. فبالكمبيوتر اكونت انيبل اوثنتيكيشن اند اوديتنج اوف كمبيوتر اكسس تو ريسورسز. اوثنتيكيشن زي ما اتفقنا انه الجهاز عشان يخش عارف ده انهي جهاز، اوديتنج دي هنغطيها في مرحله لاحقه ان شاء الله. اوديتنج دي ان انا اقدر اشوف مين عمل ايه امتى من على انهي جهاز وكانت ايه النتيجه. يعني ملف اتفتح يبقى مين، ملف اتمسح مين مسح الملف ده ومسحه امتى، وهل كانت النتيجه ان الملف اتمسح فعلا ولا خد اكسس دماغه ما عرفش يمسحه. تمام. جروب اكونتس، هي جروب اكونتس كاتب لك فيها ان هي هيلب سيمبليفاي ادمنستريشن، لانه انا دلوقتي عندي فولدر وعايز احمد ومحمد وابراهيم ومينا وعادل، عايز الخمسه دول ياكسسوا الفولدر ده وهديهم ليد بيرميشن على الفولدر. طب ما انا بدل ما ادي الخمسه دول، والخمسه دول شغالين في ديبارتمنت السيلز اصلا، ما انا هعمل جروب اسمه السيلز واعملهم ممبرز فيه وادي للجروب البريمتس يوزر يوزر، بقدر اتعامل مع جروب اوف يوزرز في وقت واحد. شيرد فولدرز، هي شيرد فولدرز. الله، شيرد فولدرز ازاي؟ هو الشيرد فولدر ده مش فولدر على الكمبيوتر بنشيره؟ ايه اللي حاطه في الاكتيف دايركتري؟ ما احنا اتفقنا ان الاكتيف دايركتري يعني دليل، مش كده؟ طيب انا دلوقتي عندي 15 سيرفر عليهم 30 شيرد فولدر، واليوزرز بتنسى هو انهي شيرد فولدر على انهي سيرفر. الحقيقه اللي بيتحط في الاكتف دايركتري مش شيرد فولدر بالمعنى الحقيقي، اللي بيتحط زي ما تقول كده حاجه زي شورت كات للشيرد فولدر، بنببلش الشيرد فولدر في الاكتف دايركتري، عشان ممكن واحد يخش على الاكتف دايركتري يسيرش على كلمه ماني، فلما يكتب كلمه ماني يطلع له في نتيجه البحث الفولدر اللي بتشير اللي اسمه بادجت، فيعرف ان الفولدر ده موجود. هو مش هيعرف، هو هيدبل كليك عليه، فالاكتف دايركتري سيرفر اللي هو الدومين كنترولر هيريدايركت اليوزر للمكان اللي المفروض ان هو عليه الشيرد فولدر الحقيقي. يبقى الشيرد فولدر في الاكتف دايركتري ده مش فولدر بحقه حقيقي، ده معمول له بابلش. نفس الكلام بالمناسبه بينطبق على البرينترز برضو، انا ببلش البرينترز في الاكتف دايركتري عشان اليوزر يقدر يخش في الاكتف دايركتري يسيرش على ايه هي البرينترز اللي موجوده وشيرد، ويقدر يكونكت على واحده فيهم عشان يطبع عليها. واضح يا جماعه؟ طيب عندي كمان حاجه اسمها اورجنايزيشنال يونت او يو، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي هنتعامل معاها كتير جدا. مش عايز اقول لحضرتك ان شاء الله بدون مقاطعه هيبقى لينا اكتر من تلتين محاضره ما بنتكلمش فيها غير على الاو يوز. او يو واضح من اسمها وحده تنظيميه. تمام، وحده تنظيميه، يعني الاو يو ليها كذا استخدام، اهمهم او بلاش نقول اهمهم، اكتر واحد فيهم ظاهر هو لانه واضح من اسمها وحده تنظيميه. انت عندك 5000 يوزر، زي ما يكون عندك على الكمبيوتر بتاعك 5000 فايل. هتحط ال 5000 فايل في فولدر واحد ما تبقاش عارف ايه بتاع ايه، ولا هتقسمهم في فولدرز؟ ده الفولدر بتاع الملفات الوورد، ده ملفات الوورد، ده ملفات الاكسل، مش كده؟ برضه هتعمل او يو اسمها سيلز تحط فيها حاجه السيلز، هتعمل او يو اسمها اي تي تحط فيها حاجه الناس بتاعت الاي تي، يعني بتنظم وتسهل علينا الدنيا. مظبوط الكلام ده يا اسامه؟ هتعمل في واحد الاتش ار، مظبوط يا اسامه، بس الاتش ار بتكتبها كابيتال. ده احد استخدامات الاو يو، انما الحقيقه ليه استخدامات ثانيه كتير هنعرفها ان شاء الله قدام شويه. انت اورج بيرسون ده حاجه كده زي الاتش ار، مش قريتش يا اسامه ما تغيرش بالك بيها. سيميلر تو يوزر اكونت، الانت اورج بيرسون ده زي اليوزر اكونت بالظبط، لكن ايه لازمته؟ ده يوزد فور كومباتيبلتي ويز اذر دايركتري سيرفيسز، ده لما يكون عندي ناس جايه من اللينكس مثلا او اليونكس
وعندهم الدايركتري بتاعتهم. الاي بي ام مثلا عندها تيفولي زي ما احنا مش انتوا هنا بتدرسوا الاكتيف دايركتري، اي بي ام بتوعها بتدرسوا التيفولي. قلت له ايه التيفولي؟ قلت له ايه التيفولي؟ هي الاكتيف دايركتري بتاعت اي بي ام اسمها تيفولي. واحد جاي من التيفولي فجابه عندي بعمل له حاجه اسمها اني اسمها اني اور بيرسون. الحقيقه مش فاهم السؤال يا جست 81 دروس خصوصيه. مش هنتكلم كتير على الاني اورج بيرسون، لكن يمكن دي تكون المره الوحيده اللي مذكوره فيها على مدار الكورس. طيب ديمونستريشن، الحقيقه الجهاز عندي لسه على الكمبيوتر ما امشي، فهنأجل الديمونستريشن شويه ونيجي على السلايد اللي بعدها. مش تقول لي اكتف دايركتري دومين سيرفيسز جروب تايبس. طيب عرفنا ايه لازمه الجروب، وان الجروب دي عشان تسمبليفاي علينا الادمنستريشن. هي عندي كذا نوع من الجروبس. قبل ما نتكلم على انواع جروبس عايزين نقول الحقيقه انا قاعد في مكان هنا مش سامع فيه حاجه خالص، فلو كان الاذان بيبدا ممكن تقولوا لي ونستنى شويه. طيب دقيقتين وهنكمل ان شاء الله. طيب نكمل. قلنا ان الجروبس هي عندي كذا نوع من انواع الجروبس، بس قبل ما نتكلم عن انواع الجروبس لازم نعرف انه اي جروب وانا بعمله يا سكيورتي جروب يا ديستريبيوشن جروب. اي جروب في الدومين، كلام مش موجود في السام بالمناسبه، لكن اي جروب في الدنيا بعمله يا سكيورتي جروب يا ديستريبيوشن جروب. انا بحاول بقدر الامكان اهرب من الديمونستريشن عشان عارف قد ايه الشاشه بتقطع عندكم، بس محتاجين ان احنا نبص كده مع بعض واحنا بنكريت جروب. فانا هشير المونيتور عندي. يا سبحان الله. ما احنا لسه ما اتكلمناش على انواع الجروبس، هو في جلوبال ودومين لوكال ثواني، لانه لسبب ما البراوزر عندي مش شغال. هو بالنسبه للدعم الفني لو خرجت ودخلت تاني ده ينفع ولا لازم ابقي على السيشن شغاله؟ لانه انا كده محتاج اغير البراوزر عشان اعرف اشير الديسكتوب بتاعي. فهل فيها مشكله؟ طيب انا هخرج من البراوزر ده واخش براوزر تاني عشان اعرف اشير معاكم المونيتور. ثواني يا جماعه، ما بخشش باللينك بتاعي، ما هيبقاش فيها المشكلة دي؟ طيب السلام عليكم، أنا رجعت لكم تاني أهو. يا ترى سامعيني كده؟ تمام. طيب انا كده عملت شير او بعمل شير سكرين فعلا وكونكتنج تو سيرفر اهو. نران الابلت كده، السكرين بتاع الشير ده معاكم تمام. وانا فاتح هنا دومين كنترولر اسمه ان واي سي بي سي 1، هدوس ستارت ادمنستريتف تولز.
اكتف دايركتري يوزرز الكمبيوترز دي هنتعامل معاها كتير جدا جدا على الورك كورس، لان ده المكان اللي بنادمنستريت فيه اليوزر اكونتس والكمبيوتر اكونتس، بنكريت فيه، بنديليت، بنفيد، بنديت، بنكونفيجر. هجيب اكتف دايركتري يوزرز الكمبيوترز وهبقى ماشي بالراحه خالص اهو. اكتف دايركتري يوزرز الكمبيوترز، التابلت السناب ان بتفتح معايا دلوقتي. Active Directory Users and Computers. هتلاقي هنا في Active Directory Users and Computers لو كانت الشاشة جت عندك فعلا دلوقتي، وأرجو إن هي تكون جت، هتلاقي شوية فولدرز، منها فولدر شكله فولدر خالص، ومنها فولدر مرسوم فيه حاجة كده زي كتاب أو كتاب أو في مربع كده صغير جوه. المفروض إنه اللي فيها مربع دي دي أو يو، الفولدر خالص دي بنسميها كونتينر وليس كونتيرن، كونتينر. انما اللي جواها كمبيوتر صغير يعني دومين كنترولر دي او يو، دي او يو. الاكزيكتيفز دي او يو، الاي تي ادمنز دي او يو. طيب احنا دلوقتي يعني دي او يو هنتكلم عليه في مرحله لاحقه ان شاء الله، لكن خلينا نرايت كليك، هكليك بايدي اليمين كده على الاي تي ادمنز، هجيب نيو، هلاقي عندي نيو جروب. انا هستنى شويه قبل ما ادوس عشان تبقوا شايفين، انا عندي نيو كمبيوتر، نيو كونتاكت، نيو جروب. انا هختار نيو جروب. لما بختار نيو جروب هيظهر عندي عايز جروب نيم، هسميه مثلا سيلز اندرسكور جروب ايا كان الاسم. ويمكن قدام شويه ان شاء الله نتكلم على ايه هو الجروب نيم فور بري ويندوز 2000، لكن يعني فور ناو انت محتاج تعرف انه الاسمين بيبقوا واحد. بص بقى معايا هنا جروب ايه؟ تايب، يا ايه يا ايه؟ يا سكيورتي يا ديستريبيوشن. عايز اقول لحضرتك ان 99.9% من الجروبس اللي احنا بنعملها سكيورتي جروبس وليس ديستريبيوشن جروبس. طيب علشان ما ارجعش اشيل الشاشه بتاعتي تاني، خليكم فاكرين ان عندي في الجروب سكوب دومين لوكال جلوبال ويونيفرسال. دول بعد ما نغطي ايه الفرق بين السكيورتي والديستريبيوشن جروب هنبتدي نتكلم فيهم، ايه الفرق بين الثلاثه دول. انما انا اقدر اكريت ديستريبيوشن باي نوع من الثلاثه او اكريت سكيورتي باي نوع من الثلاثه، واضح عند حضراتكم. طيب خلينا مينيمايز دي ونستوب شيرنج. ونرجع نقول الديستريبيوشن جروبس يوزد اونلي ويز ايميل ابلكيشنز، وتحديدا الايميل ابلكيشنز القديمه، لان معظم الايميل ابلكيشنز الجديده دلوقتي بتقدر برضه تتعامل مع سكيورتي جروبس، فمش محتاج ان انا اتعامل معاها او ان انا كريتها. الفرق الجوهري ما بين الديستريبيوشن جروبس والسكيورتي جروبس هو في الكلمه دي، ان الديستريبيوشن enabled. طيب احنا كلنا عارفين من كورس الانفراستراكشر ان كل يوزر ليه حاجه اسمها SID Security Identifier، والسكيورتي ايدنتيفاير ده ما بيتكررش، كويس؟ كمان كل جروب ليه SID والSID ده ما بيتكررش. الديستريبيوشن جروب مالوش SID، الديستريبيوشن جروب كمان مره مالوش SID. طب وايه المشكلة ليه ولا ملوش؟ هقول لحضرتك ايه المشكلة. انت لما بتيجي على فولدر وتدي بيرميشن، هتدي بيرميشن للسيلز جروب، انت فاكر نفسك بتديها للسيلز جروب لان ده اللي انت اخترته. لكن مش هو ده اللي بيتسجل على الكمبيوتر، مش هو ده اللي بيتسجل على الريسورس، اللي بيتسجل على الريسورس الاس اي دي بتاعت الجروب. زي ما بتخش كده على ياهو دوت كوم، فاكر نفسك بتخش على ياهو دوت كوم، بس ده مش حقيقي. انت بتخش على الاي بي بتاع ياهو دوت كوم، مش بيحصل نيم ريزولوشن في النص؟ برضو اللي بيتسجل عند الشيرد ريسورس ده الاس اي دي بتاع الجروب. طيب لما يكون الجروب ماليش اس اي دي يبقى ده معناه ايه؟ ان انا ما اقدرش استعمله ان انا ادي حد بيرميشن. يبقى انا عندي سيلز جروب ديستريبيوشن جروب بس ما اقدرش اديله بيرميشن. طب ما انا ما اقدرش اديله بيرميشن، امال ايه لازمته؟ ما احنا قلنا بقى ده بتستعمله بعض البرامج بتاعت مش البرامج الحقيقه، السيرفرز، الايميل سيرفرز، لان انا اقدر اعمل ايميل لجروب بدل ما اعمل ايميل لشخص. يعني عارفين حضراتكم زي ما تلاقي سبورت ات مايكروسوفت دوت كوم، تفتكر ده شخص؟
بيبقى من جروب اسمه سبورت، وبيعملوا له ايميل اسمه سبورت ات مايكروسوفت دوت كوم. فالميل ده البوكس ده شير ده بين اكتر من شخص. يعني الديستريبيوشن جروب مش موضوعنا قوي، لان احنا شغلنا كله هينصب هنا اهو على السكيورتي جروب. شغلنا كله على السكيورتي جروب يوزد تو اساين رايتس اند بيرميشنز. السكيورتي جروب ده هو اللي بدي فيه رايتس وبيرميشنز. معلش سامحوني، انا محتاج ارجع اشير المونيتور تاني بسرعه كده، هوريكم حاجه صغيره. ده كده الشيرد قدامكم. تعالى مثلا انا هنا بعمل يوصل لللوكال جلوبال، لسه ما اعرفش الفرق بينهم بغض النظر، هعمله ديستريبيوشن واقول اوكي. طيب ادي السيلز جروب اهو، تعالى ندبل كليك عليه. مش هو ديستريبيوشن؟ طب خلاص انا قررت اعمله سيلز وهدوس ابلاي. في مشكله؟ حولت الديستريبيوشن لسكيورتي، في مشكله؟ لا. طب ما تحول ده سكيورتي لديستريبيوشن ودوس ابلاي. طبعا ينفع يحاول، بس انا خد بالك خد بالك، انت لو حولته من سكيورتي لديستريبيوشن هنمسح الاس اي دي بتاعه. ما هو ديستريبيوشن ملوش اس اي دي. طب يعني ايه هنمسح الاس اي دي بتاعه؟ ما تمسح، انت بتخوفني. لان لو انت رجعت في كلامك وحبيت ترجعه تاني هيتعمل له سكيورتي اي دي جديد كانه جروب تاني خالص. كل البرميشنز اللي انت كنت مديها له او مديها لليوزرز اللي فيها قبل كده راحت. فتيك كير وانت بتحول من سكيورتي لديستريبيوشن، ان ما فيش اي مشكله انك تحول العكس. طيب بيقول لك السكيورتي جروبس بتستخدم باحسن كفاءه ممكنه لما بتبقى نستد. يعني نستد دي هنتكلم فيها قدام شويه. ان انا كلمه نستد معناها ايه؟ نحط جروب جوه جروب. يعني ايه نحط جروب جوه جروب؟ يعني انا ممكن اعمل جروب اسمه سيلز مانجرز، وجروب اسمه سيلز ريبريزنتيفز، وجروب اسمه سيلز. واجيب السيلز مانجرز والسيلز ريبريزنتيفز واحطهم ممبرز في السيلز. يبقى لما بحب ادي بيرميشن لكل الناس اللي في السيلز بديها للسيلز جروب. احب ادي بيرميشن للمديرين بتوع السيلز هديها للسيلز مانجرز. بيرميشن للسيلز ريبريزنتيفز عند جروب السيلز ريبريزنتيفز. فكل تبقى خلي جروب ممبر في جروب تاني، دي اسمها نيستنج. نيستنج بالعربي يعني تعشيش، تحط حاجه جوه حاجه. تمام. The functional level determines the type of groups that can that you can create. فاكرين الفانكشنال ليفل يا شباب؟ اتكلمنا فيها في اول محاضره. الفانكشنال ليفل ايه هي الجروبس اللي اقدر اكريتها؟ ده بناء على الفانكشنال ليفل اللي انا شغال فيها. تمام. طيب خدتوا بالكم بقى واحنا بنكريت جروب كان عندي حاجه اسمها جلوبال ويونيفرسال ودومين لوكال، مش كده؟ وحاطط لي هو كمان واحده هنا جدعانه بزياده من عنده اسمها لوكال. تمام. اولا قبل ما نبتدي نغطي الفرق بينهم، لان انا عايز اطلع الحقيقه اللوكال من المقارنه، فخلينا نغطي اللوكال ونخلص منه. اللوكال ده الجروب اللي تقدر تعمله في السام على اي كمبيوتر. اي كمبيوتر تيجي على السام بتاعه ورايت كليك على ماي كمبيوتر ومانج، وتخش على لوكال يوزرز اند جروبس، تحط له بيرميشن على الجهاز اللي انت عملته عليه، مش في اي حته ثانيه، مش كده؟ فده اللوكال جروب. ينفع تحط فيه يوزرز، ينفع تحط فيه جروبس، ينفع تحط فيه كمبيوترز كممبرز، وينفع تحط فيه ممبرز من اي دومين، سواء الدومين اللي ممبر فيه الجهاز ده او دومين الجهاز ده فيه تراست بين الدومين بتاعه والدومين الثاني. طيب اللوكال جروب بيتعمل فين؟ على اللوكال كمبيوتر. تمام. ده كده اللوكال جروب، وعايزين نطلعه خالص بره المقارنه، لان عندي بعد كده مقارنه ما بين الدومين لوكال ما بين الجلوبال ما بين اليونيفرسال. الدومين لوكال جروب الحقيقه عشان نعرف نقارن بينهم وبين بعضهم، عايزين نقول انه في
وجهين مهمين للمقارنة، حاجة اسمها جروب سكوب، حاجة اسمها جروب ممبرشيب. يعني ايه الفرق بين الثلاثة وبين بعضهم؟ والله الفرق في الجروب سكوب وفي الممبرشيب. الجروب سكوب يعني الجروب بيتشاف فين، طب والممبرشيب مين ينفع يبقى ممبر فيه؟ تعال نخلي الكلام ده اوضح شوية. يعني لو جيت هنا على الوايت بورد وحاولت امسحها خالص عشان نعمل واحدة جديدة، وجيت قلت والله عندي هنا دومين وعندي هنا دومين، وخلينا نفترض فور سمبليسيتي كده انه المربع ده لونه كبير قوي، بس ان المربعات دي اجهزة كمبيوترز في الدومين الاولاني، وخلينا نقول ان المربعات دي اجهزة كمبيوترز في الدومين الثاني. تمام، تعال نقول انه الدومين الاولاني ده اسمه D1، وتعال نقول ان الدومين الثاني ده اسمه D2. تمام، لو انا جيت على D1 وعملت دومين لوكال جروب اسمه ايه؟ دومين لوكال جروب اسمه سيلز. عملت دومين لوكال جروب اسمه سيلز، الجروب ده ينفع اشوفه فين عشان ادي للجروب ده بيرميشنز على اي جهاز هنا اهو في الدومين بتاعي؟ طيب السيلز ده اللي معمول في D1 ينفع اجيبه هنا على جهاز من الاجهزه اللي في D2 بافتراض ان في تراست ريليشن شيب ما بين الدومينز، في تراست رايح وفي تراست جاي، فموضوع التراست اوريدي ان بليس. هل ينفع اشوف الجروب ده في اي جهاز من الاجهزه اللي في D2؟ لا، ده اسمه دومين لوكال جروب، ما يتشافش غير في الدومين بتاعه. تمام، ده بالنسبة للدومين لوكال جروب ما بيتشافش غير في الدومين بتاعه. طب ومين ينفع يبقى ممبر في دومين لوكال جروب؟ أي حد، أي حد بمعنى كلمة أي حد، سواء كان يعني ممكن تجيب يوزر أكونت من اليوزرز اللي في الدومين ده، أو يوزر أكونت من أي يوزر في أي دومين تاني حتى لو مش في الفورست بتاعتي، بس يكون في بيني وبينه تراست، يبقى ينفع أجيب يوزر. يعني هنفترض ان في هنا يوزر في D2، ها، وينفع اليوزر ده اخليه ممبر في جروب اسمه سيلز عملته في D1. تمام، طيب خد بالك من نقطة مهمة جدا. يبقى السكوب دلوقتي هو الدومين بتاعه، الممبر شيب من اي دومين في الدنيا، ده مين؟ ده الدومين لوكال جروب. طب تعالوا كده بص على السلايد، ده الدومين لوكال جروب كان بي يوزد تو اساين بيرميشنز فين؟ ان ذا سيم دومين، ما ينفعش اشوفه في دومين تاني عشان اديله بيرميشن، بس الجروب اي جلوبال جروب واني اذر دومين لوكال جروبس. يعني ممكن اعمل ليستنج دومين لوكال جوه دومين لوكال فروم اتس اون دومين، مهمه قوي دي، يعني الحاجات دي كلها جايه منين؟ من الدومين بتاعه. طب كويس، واكونتس فروم اني تراستد دومين، يعني مين ينفع يبقى ممبر في اي حد من اي حد. طب تعال نبص على على الجلوبال جروب كمقارنه بقى، مين ينفع يبقى ممبر في الجلوبال جروب؟ يوزرز جروبس اند اتس اون دومين. يعني يعني لو جيت للرسمة بتاعتي اهي، وافترضنا بقى انه السيلز اللي انا عامله هنا في D1 ده سيلز جروب، ها، لو افترضنا ان السيلز جروب ده نوعه جلوبال، يبقى ما ينفعش اجيب اليوزر اللي في D2 ده اعمله ممبر فيه. ليه؟ لان الجلوبال جروب ما بيقبلش ممبرز جواه الا من نفس الدومين بتاعه، عكس مين؟ عكس الدومين لوكال. طب وبيتشاف فين؟ بيتشاف في اي حته، في الدومين بتاعه او في اي دومين بيننا بينه تراست، ده عكس الدومين لوكال على طول الخط، مش كده؟ بصوا كده في المقارنه دي في السلايد،
هتلاقوا in any trusted domain فوق in the same domain، وده يتحط فيه ناس from any trusted domain، ده يتحط فيه ناس from its own domain، يبقى الدومين لوكال وجلوبال عكس بعض تماما. طيب واليونيفرسال، تعالى اليونيفرسال كده ايه ما بين الاثنين؟ تعال نبص على اليونيفرسال من ناحيه كان بي يوزد تو بي اساين بيرميشن فين؟ ان اني تراستد دومين، في اي دومين عندي او في الفورست بتاعتي او في فورست ثانيه بيني وبينها تراست، يعني زيه زي مين؟ زيه زي الدومين لوكال، مش كده؟ ده من ناحيه ايه؟ البيرميشنز. طيب ومن ناحيه بقى الممبرز، مين ينفع يبقى ممبر فيه؟ هو لا زيه زي الدومين لوكال ولا زيه زي جلوبال، هو زيه زي نفسه، لانه ينفع يتحط فيه يوزرز وجروبس وكمبيوترز فروم اني تراستد دومين. الحقيقه دي غلطه في السلايد، لان هي مش فروم اني تراستد دومين، هي فروم اني دومين، فروم اني دومين ان ذا فورست، فروم اني دومين ان ذا فورست، من الدومين بتاعه، من التشايلد دومين، من بيرنت دومين، من دومين بيني وبين اربعه دومينز بس في الفورست بتاعنا. اي حد يوزر في الفورست ينفع يبقى ممبر في الجروب ده. فورست تانيه بيني وبينها تراست، لا ما ينفعش. انما ياخد بيرميشن فين؟ ان اني تراستد دومين. واضح يا جماعه الفرق ما بين الثلاثه جروبس وبعض؟ دومين لوكال وجلوبال واليونيفرسال. طيب الحقيقه قبل ما نخش في موضوع الديفولت جروبس، عشان نفهم اكتر، عشان ما ننساش الموضوع ده تاني، هو ليه وجع الدماغ ده؟ ما انا اعمل جروب واحط اليوزرز ممبر فيه واديهم بيرميشن وخلص الموضوع على كده. بعدين بقى دوشنا بحاجه اسمها دومين لوكال وحاجه اسمها جلوبال وحاجه اسمها يونيفرسال. ايه 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 لازمه الكلام ده كله؟ الحقيقه الكلام ده معمول يمكن في كورس بلاننج اذا ربنا قدر وكنا مع بعض نرغي فيه كتير، لكن هو معمول عشان فور سمبليسيتي، عشان يسهل على الادمنستريتور شغله. تعالوا بس كده نستدعي حته من البلاننج ونقول يعني ايه يسهل على الادمنستريتور شغله. لو انا عندي مثلا، خلينا نكتفي باثنين دومين، انا عندي هنا اثنين دومين، وانا افترض ان الدومين ده شايلد للدومين ده، الادمنستريتور على الدومين بتاعه. فجه الراجل اللي هو مسؤول عن الدومين اللي فوق ده وراح عامل 20 جروب، عايز ايش الراجل؟ عايز يعمل 20 جروب عشان يستعملهم، حقه حقه. طيب وبعدين جه الراجل اللي في الدومين اللي تحت وعمل 35 جروب، عايز يعمل جروب للسيلز وجروب حقه، هو حر. احنا بنتكلم عندي هنا اثنين دومينز، افرض عندي 10 دومين، فالقصه لا، كل واحد يعمل دومين لوكال جروب. ليه؟ عشان تتشاف عندك ما تتشافش عندي، انا هشوفه عندي، شوف الجروب بتاعتك عندي ليه، مش عايز. الله. طب بس في مشكله ثانيه، ما انا عندي ناس عايزه تاخد بيرميشن عندك، اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل ده جلوبال جروب، واجيب الجلوبال جروب ده احط فيه الناس اللي انا عايزها تاخد بيرميشن، واقول لك والله الجلوبال ده ساعتها انت هتشوف الجلوبال بتاعي عندك، اديهم بيرميشن، صح كده؟ يبقى ابتدي الموضوع يبقى تنظيمي شويه. هتقول لي طب خلاص يبقى كده ملوش لازمه الايه؟ اليونيفرسال. اقول لك لا، اليونيفرسال برضه مهم، لان ممكن نبقى شغالين في فورست واحده وعايزين نعمل جروب نديله بيرميشن. مين هيبقى ممبر في الجروب ده؟ ناس من دومينز مختلفه في الفورست. طب انا لو عملته جلوبال جروب هعمله في انهي دومين؟ في الدومين اكس. طب ما كده الادمنستريتور بتاع دومين واي مش هيعرف يحط الفيرست بتاعتي، يقدر يحط ناس ويشيل ناس. تمام. كمان الحقيقه الجلوبال جروب واليونيفرسال جروب ليهم ميزه مهمه جدا، بتدي للادمنستريتور اللي خارج من عنده اليوزرز بعض التحكم، بعض التحكم.
بعض التحكم ازاي؟ يعني خلينا نقول ان انا عندي يوزر في الدومين اللي فوق ده، ادي يوزر اهو عايز ياكسس ريسورسز في دومين اللي تحت، يوزر اهو عايز ياكسس ريسورسز في الدومين ده، كويس. فاروح انا متصل بالادمنستريتور بتاع الدومين اللي تحت، اقول اليوزر اللي عندي عايز اديله بيرميشن، يروح يديله بيرميشن. جالي يوزر تاني اتصل بالدومين اللي تحت اقول له والله برضه اليوزر الفلاني عايز اديله. الله، ما هي بقت حاجه مش ظريفه. انما انا لو من الاول عامل عندي جروب اسمه سيلز وقلت للدومين ادمن اللي تحت اديهم بيرميشن، بقت انا نوعا ما في ايدي التحكم في البيرميشنز. ازاي؟ اللي عامله ممبر في الجروب يبقى كانه خد البيرميشن، اللي اشيله من الجروب راحت البيرميشن منه، مش كده؟ برضه بيسهل علينا الادمنستريشن كتير قوي. مظبوط يا اسامه؟ ديفولت اكتف دايركتري دومين سيرفيسز جروبس، عندي حاجه اسمها ديفولت جروبس. الجروبس عمال اقول لك سيلز وسيلز مانجرز وسيلز ريبريزنتيفز، دي جروبس انا هعملها مع نفسي لما لكن انت اول ما بتعمل اكتف دايركتري في جروبس بتلاقيها باي ديفولت، تخش كده تلاقي جروب اسمه دومين ادمنز، جروب اسمه ادمنستريتورز، جروب اسمه باك اب اوبريتورز، incoming forest trust builders network config، زي جروبس كده جاهزه عندك. ايه لازمه الجروبس دي؟ اولا انت ممكن تدي، يعني ممكن عايز تدي للادمنستريتورز بيرميشنز، تدي للادمنستريتورز جروب، الناس بتوع الباك اب عايز تديهم بيرميشنز باك اب اوبريتورز جروب، مش كده؟ انما الحقيقه دي اصلا نسبتها ايه؟ بطبيعه الحال لما بتكريت يوزر في الدومين ده اسمه ليميتد يوزر، يقدر يعمل ايه؟ ولا حاجه، يقدر يفتح برنامج موجود يستعمله ويسيف الداتا بتاعته. انما هو ينزل برنامج لا، يغير الساعه لا، اي حاجه يغير تي سي بي اي بي كونفجريشن، انا ما اعرفش اعمل حاجه خالص. طيب انا عايز اعرف ايه باك اب الداتا، احطه في الادمنستريتور جروب الداتا، مش كده؟ عايز واحد مثلا يقدر يغير التي سي بي اي بي كونفجريشن، حطه في النتورك كونفيجريشن اوبريتور. عايز واحد يقدر يقرا ال او يتعامل مع البرفورمانس لوج، حطه في البرفورمانس لوج يوزر. برفورمانس مونيتور نفس الموضوع. كمان البرنتر اوبريتورز، الريموت ديسك توب يوزرز. يعني مع الوقت هنبتدي نتعود على الديفولت جروبس دي، لكن تبقى عارف ان كل جروب بتدي بريفليجز معينه لكل يوزر بيبقى ممبر فيها. الحاجات المهمه قوي في الجروبس دي الاكونت اوبريتورز، اي واحد ممبر في الجروب بتاع الاكونت اوبريتورز بيقدر يكريت يوزر اكونتس ويديليت يوزر اكونتس ويريسيت الباسورد بتاعتهم، يمانج يوزر اكونتس بوضع عام. ادمنستريتور طبعا عارفينهم، باك اب اوبريتورز، انكومينج فورست تراست بيلدر اللي هو يقدر يعمل تراست ما بين الفورست دي فورست ثانيه، مش اي حد يقدر يعمل تراست طبعا. نتورك كونفجريشن اوبريتور دول يقدروا يغيروا تي سي بي اي بي سيتنجز. برفورمانس لوج يوزرز دول اللي يقدروا يقروا ويتعاملوا مع البرفورمانس لوج. برفورمانس مونيتور يوزرز بيتعاملوا مع البرفورمانس مونيتور. في ويندوز 2000 كومباتبل اكسس، ده عشان لو عندنا دومين ان تي 4 ده ما عادش موجود دلوقتي خالص. كمان البرنتر اوبريتورز اللي بيقدروا يشيروا برنترز ويمانج البرنترز بوضع عام. ريموت ديسك توب يوزرز، الناس اللي هتخش ريموت ديسك توب على السيرفر بتاعي من بره. المفروض الحاجات دي كلها على فكره خدناها في الـ في الانفراستراكشر. سيرفر اوبريتورز نقدر نقول انه زي الباور يوزرز كده، باور يوزر على السيرفر. يوزرز كل اليوزرز بطبيعه الحال ممبر في اليوزرز. لسه موضوع الديليجيشن يا اسامه قدام شويه. طيب ده بالنسبه للجروبس. هو الجروبس يا جماعه مين ممبر في الادمنستريتورز جروب؟ فلان. طب وينفع نتحكم في الممبر شيب؟ ممكن نضيف واحد ونشيل واحد؟ اه براحتي، مش انا ادمنستريتور انا اعمل اللي انا عايزه. الحقيقه السبيشال ايدنتيتيز دي جروبس انا ماليش عليها تحكم. السبيشال ايدنتيتيز دي بتعكس حاله. يعني مثلا عندي ايه؟ عندي جروب مشهور قوي يمكن كل
كلنا عارفينه اسمه everyone، اسمه كده everyone. مين member في everyone؟ everyone اي حد member في everyone، مش كده؟ طب ينفع اقول اسامه ما يبقاش member في everyone؟ لا ما ينفعش. طب مثلا اقعد دلوقتي على الجهاز على الكونسول بتاعه بستعمله، انا ممبر في الانتراكتيف على جديد، مش ممبر في الانتراكتيف جروب. اما ساعتها هبقى ممبر في ايه؟ ساعتها تبقى ممبر في انونيمس لوجن. انونيمس لوجن يعني اللي داخل مجهول الهويه، ملوش يوزر ليبل باسورد، بس ده اسمه انونيمس. على النقيض عندي authenticated users، ده حد authenticated معاه valid user name و password. طب ايه لازمة الجروبس دي؟ ممكن عندك جروب مهم جدا 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 في الجهاز بتاعك، محتاج انه تضمن ان محدش يقدر يوصل للفولدر ده. عندك فولدر قصدي على جهازك شيل، محتاج تضمن ان محدش يقدر يوصل للفولدر ده الا لما يجي يقعد على الجهاز، يعني يوصل للجهاز فيزيكالي. تدي permission لمين؟ للانتر اكتيف يوزرز. يبقى اي حد جاي من بره ياكسس الفولدر ده مش هيعرف، كويس؟ اي حد قاعد على الجهاز ده لوكال هيعرف ياكسس الفولدر. انت كده ضمنت ان محدش يقدر يخش. مثلا كريتور اونر، اي حد بيكريت جروب بيبقى هو الكريتور اونر بتاعه، كريتور جروب. والله يا فادي زي ما انت عايز. الحقيقة السيناريو مش معايا افتحها، فخلينا نأجلها شوية. طيب الديمونستريشن لل على خير بإذن الله، خلينا نعمل ديمونستريشن كده لكريتنج يوزر الجروب اكونتس، ولو احنا عملناها فعلا، بس خلينا نبص عليها نظرة متفحصة شوية. كده الشاشة ظاهرة عندكم، أنا وريتكم شوية إزاي بكرييت جروب. سيلز جروب أنا عملت له كرييت أهو، ممكن جدا نرايت كليك عليه ونقول له رينيم، بدل ما هو سيلز جروب هنسميه سيلز أندرسكور ريب، يعني سيلز ريبريزنتيفز. فبيقول لي ده جروب نيم. طب والبري ويندوز اتفقنا ان البري ويندوز 2000 لغايه ما نعرف ايه دي، يفضل تبقى ليها نفس الاسم. فانا كده عملت رينيم للجروب. اقدر رايت كليك على الجروب واقول له اد تو جروب، مش احنا قلنا في ليستنج خلي جروب ممبر في جروب، اد تو جروب، واختار الجروب اللي انا عايز احط الجروب ده ممبر فيه. اقدر الحقيقه اجيب البروبرتيز بتاعت الجروب واجيب الممبرز تاب واقول مين هيبقى ممبر في الجروب ده، اد فلان اد فلان اد فلان، او الجروب ده هيبقى ممبر اوف. في عندي تاب حلوه جدا للاسف ناس كتير بتعملها اسمها مانجد باي. مانجد باي دي انا ممكن اعمل تشينج، واخدين بالكم ان الديفولت بتاعها ما فيش تشينج، واكتب اسم يوزر اكونت وادوس اوكي، يبقى هو المانجر بتاع الجروب. دي ايه لازمتها؟ تفتكروا ليميتد يوزر يقدر يعدل في الممبر شيب بتاع الجروب؟ اكيد لا، مش كده؟ طيب تفتكروا انا بعدل في الممبر شيب بتاعت جروب السيلز بناء على ايه؟ مش بناء على التوجيهات اللي بيبعتها لي مدير السيلز، بيبعت يقول لي فلان اشتغل عندي احطه في الجروب، فلان شغال عندي بس مش عاجبني شغله شيله من الجروب الفلاني عشان ما ياخدش اكسس على كذا، مش كده؟ مش مدير السيلز هو اللي بيقول لي؟ لا يا عم، انا هجيب الاكونت بتاع مدير السيلز واعمله هو مدير الجروب ده. لو هو مدير الجروب ده هو يقدر يخش يعدل الممبر شيب بتاعت الجروب، يشيل ناس ويحط ناس ومع نفسه بقى، انا ريحت نفسي. ده برضه يعتبر يا اسامه نوع من انواع الديليجيشن من غير ما نستخدم اويو. ديليجيشن تفويض. تمام. شايفين دي كده؟ طيب
فكرة اديشنال تاسكس عملناها. طيب ليسون 2 استراتيجيز فور يوزنج جروب اوبشنز فور اساينينج اكسس تو ريسورسز يوزنج اكونت جروبس تو اساين اكسس تو ريسورسز يوزنج اكونت جروبس اند ريسورس جروبس وديسكشن يوزنج جروبس ان سنجل دومين اور مولتيبل دومين انفايرمنت. وين اساينينج اكسس، بص دايما عود نفسك ما تديش بيرميشن لشخص. عايز تدي بيرميشن لشخص اعمل جروب وحطه فيها ويدي بيرميشن للجروب، عشان لما تيجي تضيف اشخاص ثانيه لنفس الريسورس بنفس البيرميشن مجرد تعملهم ممبرز في الجروب خدوا البيرميشن مجرد. مظبوط يا اسامه صح. صلاحيات بس مجرد ان هو يقدر يغير الممبر شيب بتاعت الجروب. فروت بلاوست ليفل اوف بيرميشن، عمر ما في حد في الدنيا هتديله زياده عن حقه ويشتكي. المفروض ياخد ريد لقى نفسه واخد رايت، هيجي يقول لك الحق انا واخد ريد انا واخد رايت، مش هيحصل. انما العكس هو اللي صحيح، المفروض ياخد رايت لقى نفسه واخد ريد جاي يشتكي. فتدي دايما اقل بيرميشنز ممكنه بحيث انه يقدر يعمل شغله المطلوب منه، ولو انت غلطت طلعت اقل من احتياجه هيجي يشتكي فهتظبط البيرميشنز. بس لو اديت حد زياده عن احتياجه ممكن يخرب الدنيا الحقيقه. والكلام ده احنا مره كنا بنشرحه في محاضره، وبعدين اديتهم بي دي اف قلت لهم يا جماعه حطوها على جهاز فلان وشيرها يا فلان وادي وخلي الناس تخش تاخد منها نسخه. المفروض هنا الناس تخش تاخد منها نسخه، يبقى المنطقي يدي هو هيدي بقى لافري وان، يدي لافري وان ايه؟ المنطقي يدي لافري وان ريد، فدخل ياخد نسخه. فهو دخل وراح مدي الايفري وان فول كنترول، جدعانه بقى من عنده. ما اعرفش على الاصل، عارف ليه؟ لانك اديته زياده عن احتياجه، فاستعمل الزياده عن احتياجه. ده انا بقيت اوف لاين. ارجو ان الوحدات الكتير دي يبقى معناها كويس يا اسامه. طيب واحد كفايه. طيب يبقى انا كده، يبقى انا كده ماشي الحال. ها تمام. طيب options include adding user accounts to the ACL on the resource. من الحاجات اللي انت بتعملها بقى، ان انت بتيجي على شيلد الفولدر وتاد يوزر اكونت، adding user account to group و adding the group to the ACL. يبقى وده الافضل، وده اللي انت ريكومندد انك تعمله، انك اللي هي نمره اثنين تحط ناس في جروب وتدي الجروب بيرميشن. بص بقى على الثالثه، adding user account to account groups adding the account to groups to resource group and adding the resource group to the ACL. يعني تعمل account group group للسيل ده لما يكون عندك كام كتير جدا من اليوزرز وعايز تنظم الدنيا، وبعدين تعمل جروبس ثانيه بتاع بيرميشنز، يعني فولدر اسمه مثلا ريد، فولدر اسمه كذا، تعمل الناس ممبر في اللي هو النستنج بقى في الجروب الثاني ده، وهي موضوع هيراركي. ثاني رقم ثلاثه، طيب يعني لو قلنا مش مشكله، لو قلنا ان انا عندي هنا فولدر كويس، ممكن اروح جاي مكرييت على سبيل المثال جلوبال جروب اسمه سيلز كويس، وبعدين اروح خلينا نقول ان الفولدر ده مثلا اسمه فوتو شوب فولدر كويس، اروح جاي عامل فولدر اسمه فوتو، وطبعا الفوتوشوب اندرسكور ريد ده هيبقى ايه؟ هيبقى دومين لوكال جروب، لان هو اللي هنديله بيرميشن، وندي بيرميشن للجروب اللي اسمه فوتوشوب ريد ده، نديله ريد بيرميشن على الفولدر ده، ونجيب الجلوبال جروب سيلز ده نعمله ممبر في الفوتوشوب ريد. يبقى الناس اللي ممبر في جلوبال جروب سيلز خدوا ريد. نوع تنظيمي، انا عامل بيرميشنز، عامل جروبس بالبيرميشنز،
وعامل جروبس للاكونتس وبضيف الاكونتس اللي انا عايزها في الجروبس بتاعت البرميشنز. هي قصه تنظيميه اكتر منها تكنيكال. تمام يا شباب؟ تمام. زي ما هو لازم لك كده يوزر اكونت، اكونت جروب تديله بيرميشن على طول، ده ممكن. او يوزر اكونت تحطه في اكونت جروب وتحط الاكونت جروب في ريسورس جروب والريسورس جروب تديله بيرميشن. ده اللي هو كان الاختيار الثالث في السلايد. طيب اوتوميتنج اكتف دايركتري دومين سيرفيسز اوبجكت مانجمنت. Tools for automating Active Directory Domain Services Object Management. Configuring Active Directory Domain Services Objects using command line tools. Managing user objects with LDIFDE. Managing user objects using CSVDE. أنا صوتي واصل بتهيألي؟ لا مش واصل. تمام. CSVDE. What is Windows PowerShell? Windows PowerShell Commandlets. خلينا بدل ما نتكلم عن كل واحدة فيهم نبتدي نتكلم عليهم على طول. Tools for Automating Active Directory Domain Services Object Management. زي ما عملنا من شوية، احنا عملنا Create لجروب من الـ Active Directory Users and Computers، مش كده؟ ده graphically، وهي دي الاوبشن الاولانيه اللي موجوده عندي. جرافيكالي اقدر استعمل اكتف دايركت يوزرز اند كمبيوترز. طيب عايز اكريت اليوزر اكونت بالكوماند لاين. احنا عايزين نقف هنا وقفه بقى. ناس كتير جدا بتقول لك وانا اتعلم كوماند لاين ليه؟ وانا اكتف كوماند لاين ليه؟ ما انا عندي جرافيكال حلو زي الفل. انا مش هرد عليه واقول له ان احنا بقى عندنا حاجه اسمها كور سيرفر وتقعد تكتب عليه كوماند لاين، مش هقول له كده. لكن هقول له كادمنستريتور شاطر قدام شويه عايز تتعلم تكتب سكريبت. برنامج صغنن كده سكريبت. هتكتب سكريبت ازاي الا لما تكون بتعرف كوماند لاين؟ عايز سكريبت ينفذ اوامر مش كده؟ طب بلاش ده. داخل تمانج الشركه بتاعتك ريموتلي من البيت وسرعه الانترنت ضعيفه. تقعد تعتمد بقى على الريموت ديسك توب جرافيكال يوزر انترفيس وتستنى لما الابديت بتاع الشاشه يجي لك، ولا داخل على شاشه دوس مثلا وعمال تكتب اوامر. الامر يعني 3 4 بايتس طالعين، يعني مش قضيه. انهي اسرع؟ انهي احسن؟ الحقيقه انك تتعلم اوامر ده مهم جدا. ففي عندنا امر اسمه دي اس اد، عندنا امر اسمه دي اس مود، عندنا امر اسمه دي اس ار ام. دي اس اد الحقيقه دي اس اد ستاندز فور دايركتري سيرفيسز اد، انك تقدر تاد في الاكتف دايركتري. في دي اس اد مسافه يوزر، دي اس اد مسافه كمبيوتر، دي اس اد. طيب عندي دي اس مود، ها بعمل بي دي اس دايركتري سيرفيسز موديفاي. عندي دي اس ريموف اللي هو دي اس ار ام، بقدر اعمل بيه ريموف ديليت يعني من الاخر. طيب بس الاوامر دي انا بكريت يعني دي اس اد يوزر واليوزر الفلاني، دي اس اد يوزر واليوزر الفلاني، دي اس اد يوزر. عايز اكريت بانش اوف يوزرز كده مره واحده، امبورت في الاكتف دايركتري 100 يوزر. طب هم فين ال 100 يوزر دول؟ موجودين معايا في اكسل شيت او في تكست فايل. ممكن تستخدم اما السي اس في دي اي او ال LDIFDE. الاثنين دول كوماند لاينز اقدر امبورت بيهم بانش اوف يوزرز مره واحده يكونوا موجودين عندي. الاوامر دي على النص يا استاذ علي، مظبوط. او الترناتيفلي، وده البديل الاحسن والمفروض اللي بنتجه له كلنا دلوقتي، الويندوز باور شيل. شبه الدوس لكن اوامرها مش اوامر دوس، دي اوامر الباور شيل. حاجه مايكروسوفت بوشنج قوي الموضوع ده دلوقتي، فمن المفترض ان احنا كلنا نبتدي نتعلم باور شيل. اللي يكون فينا لسه ما تعرضش ليها. هحاول ان شاء الله في مره من المرات نتكلم على الباور شيل تحديدا لوحدها، لان دي اقدر اعمل بيها ادمنستريشن كامل على السيرفر. دي الكوماند لاين تول، الكوماند لاين تولز اللي احنا المفروض، طيب اللي احنا المفروض ناخد فكره عنها، والمفروض ان انتوا في اخر المحاضره تقعدوا عملي تجربوها، تجيب ال 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 بارامترز بتاعتها وتجربها. لكن عايز اقول ايه، عندي دي اس اد ونت يوزر. دي اس اد باد بيوزر اكونت، ونت يوزر باد بيوزر اكونت.
طب وايه الفرق؟ الدي اس اد باد بي يوزر اكونت في الاكتيف دايركتوري، النت يوزر اقدر اد بي يوزر اكونت في الاكتيف دايركتوري، وفي السام لو انا قاعد على جهاز ما هوش دومين كنترولر، لو انا عايز اد لوكال اكونت مش دومين اكونت في السام اقدر اعمل ده بامر اسمه نت يوزر. لو عملنا شير كده للمونيتور مع بعض وجيت هنا ستارت، وعايزين نشوف في الكوماند برومبت ازاي نكتب امر. او ايه من ما ينفعش اكستند من هنا مش ده. طيب انا ازاي نكتب امر عندي نت مسافة يوزر؟ طب ايه اكتب ايه بعد نت يوزر؟ مفيش شير، انا مش شايل الشاشة. انا مش شايل الشاشة ولا ايه؟ طيب كده واضحة المفروض. تمام سامعني والشاشة واضحة؟ تمام. طيب نت يوزر اكتب حاجة بعد نت يوزر، مش عارف اكتب ايه. تعال كده نكتب نت يوزر وندوس انتر. ده ايه ده قاعد يرص لي في ايه الكلام ده؟ طب بلاش ده، تعال نقول نت يوزر سلاش علامه استفهام، وده اللي هتعملوه في كل الاوامر. هيقول لك دي طريقه الاستخدام، نت يوزر تكتب اليوزر نيم بتاعك مسافه، وتكتب يا اما الباسورد بتاعته يا اما استريكس عشان يبقى يسالك على الباسورد بعدين جنبك ويشوفها، لو في اوبشنز عايز تحطها سلاش اسم الدومين. طب تعال نقول له يبقى معنى الكلام ده ايه؟ نت يوزر اللي هو اليوزر نيم، ومش هحط باسورد، ادوس انتر. ده يوزر نيم كود نوت بي فاوند. الله، نت يوزر. انت عايز تعمل نت يوزر ايه وليد؟ يبقى دي الطريقه اللي تقعد تقرا بيها الهيلب بتاع كوماند وتبتدي تنفذ بيه. The password does not meet the والأوامر دي مع only one user at time can share the screen. ألو؟ أنا ما أعرفش اللي حصل. اعتقد ان انا رجعت تاني كده. تمام. طيب فانا هسيبكم المره دي ان شاء الله تقعدوا تجربوا الاوامر دي مع بعضها، وفي بدايه المحاضره الجايه زي ما عملنا المره اللي فاتت كده هنبص عليها سوا. بس ارجو المره دي تعملوش زي المره اللي فاتت، تقعدوا فعلا تسيرش عليها وتجربوا تستعملوها. اللي بيتعب في معلومه صغيره زي دي ويجيبها تثبت معاك كتير قوي، لو ما كانش هنتكلم فيها في بداية المحاضرة الجاية إن شاء الله يا أسامة. طيب Managing User Objects with LDI FDE هتكون محضر لكم إن شاء الله المرة الجاية فايل نعمل له Import و Export كمان بال LDI FDE وبال CSVDE.
وهشرح لكم ان السي اس في دي اي دي كوما سيبريتد فاليو فايل اللي اقدر اعمل بيه دايركتري اكسبورت وامبورت. فسي اس في دي اي كوما سيبريتد فاليو دايركتري امبورت واكسبورت. هي انا مش عارف اكستند التايم. في حد عمل اكستند فعلا، ده كلام عظيم جدا، ده اللي كان قاريني. طيب ويندوز باور شيل از سكريبتنج اند كوماند لاين تكنولوجي ذات يو كان يوز تو مانج اكتف دايركتري وين سيرفيسز اند اذر ويندوز كومبوننتس. الويندوز باور شيل دي هي مش دوس، هي وان كانت شبه الدوس لكن هي مش دوس، هي شاشه او كوماندلت جديده مايكروسوفت افكتو بتعمل لها داونلود من اونلاين، لكن دي اللي بتقدر وموجود منها الويندوز 7 وموجود منها الويندوز فيستا. باور فور سنجل لاين كوماندلت، يعني ايه باور فور سنجل لاين كوماندلت؟ الباور شيل تقدر تمانج بيها فيرتشوالي اي حاجه مايكروسوفت، اي حاجه مايكروسوفت ويندوز اي حاجه مايكروسوفت ليها كوماندز على الباور شيل، فتقدر تمانج منها. لا مفيش في ال 2003 الباور شيل، مفيش في 2003 الباور شيل، الباور شيل غير الدوس، تاني باور شيل غير الدوس فيها الياسز وفاريبلز. يعني ايه الياسز وفاريبلز؟ الناس اللي دارسه شويه بروجرامنج الدوس هو لكن الباور شيل دي حاجه جديده خالص يا اسامه. الناس اللي درست بروجرامنج عارفه ان الالياسز والفاريبلز دي حاجات في البروجرامنج، ده معناه ان الباور شيل اقدر اعمل بيه سكريبت، يعني مش بس اقعد اكتب اوامر، لا واعمل سكريبت كمان. تمام، فيها زي الكور سيرفر، ماشي زي الكور سيرفر، اقدر اعمل بيها بايب لايننج دي ان انا اخد مخرجات امر اعملها مدخلات امر تاني زي ما اتفقنا، بتعمل سكريبت وبقدر اكسس كل السي ام دي دوت اكس اي كوماندز، يعني كمان كل اوامر الدوس شغال عليها، مش بس الاوامر بتاعتها، لا اوامر الدوس كمان شغال عليها. الالياس اسمه استعار مظبوط وبيستخدم في البروجرامنج، واضح انك دارس بروجرامنج يا فادي. والفاريبلز متغيرات، ده كلام صحيح. هاي انا هستاذنكم نقف عند كده النهارده، ان شاء الله نكمل مع بعض المحاضره اللي جايه يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله بدون مقاطعه هنبتدي في ميعادنا. تاني احنا اسفين للي حصل النهارده، ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6 بالظبط هنبتدي ان كان لنا. كتر خيركم، ربنا ان شاء الله ينفعكم اللي اتعلمتوه ويعلمنا معاكم ان شاء الله. سلام عليكم.